حدش يحبنا يا باشا، محدش يحبنا يا باشا. ولا يا ابني بعد اذنك دايما جامي. خلاص يلا معايا تاني. ممكن تهدى شويه بس؟ لا 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 لا، حاسب بس البتاع ايدك بس ديت يا عم. يا عم انت ابوك يا عم، ايدك انت كمان. اقعد خلاص اقعد يا عم. اهدى بقى يا اسطى. يا عم انت والعربيه ربنا عايز صغير. ما تقعدش تهدى يا عم. وانا هحكيلك بعد اذنك يا جماعه. ما تعصبش عليا بقى. اقعد خلاص. انا اسف. اتفضل يا حاج. بعد اذنك انت هتنزلك اخر الشارع. ما تعمليش مشكله. ماشي حاضر حضرتك. هنا تنزل اخر الشارع. اخر الشارع. اخر الشارع. اخر الشارع. نازل اخر الشارع. حضرتك نازلين هنا. اخر الشارع. اخر الشارع. اخر الشارع. حضرتك نازلين اخر الشارع. بغسل لك ودانك يا ابني. بغسل لك ودانك يا عم. انا قلت لك انا راجل معفن. حاجه ما تخصكش. خلاص ما تخصكش. جامد. جات لك على البلخ. ايدك لا تقطع الحاجة دي بتمن عمر. اوعي يا عم انت. عايزين ايه؟ هنزلهم لك يا عم. راجل كبير تهزر مع مين يا عم؟ انت تعرفني؟ انت تعرفني عشان تهزر معايا؟ ايه الكاميرات؟ ايه دي كاميرا يا عم؟ هو انت تعرفني عشان تهزر معايا؟ يا عم لا انا لسه هعرفك. انت معانا برنامج اسمه كريزي تاكسي. والله يا عم كريزي تاكسي ولا كريزي يا عم؟ انا مش عايز قلت لك ما تغلطش. بقول لك ايه ابويا؟ ارميك من العربيه والله. يا عم قلت لك انت ابويا. بص دي كاميرات اهي والله. يا عم نزلني كاميرات. ايه يا عم انت تعرفني عشان تهزر معايا؟ والله يا عم بنلطف معاك. نزلني هنا بعد اذنك. نزلني هنا بعد اذنك. بس ايه بس انت تعرفوني عشان تهزر معايا؟ لازم اهزر معايا. نزلني شكلك عاجبك الموضوع. نزلني.